إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الشعر ما هو قافية دون إحساس، الشعر دقات القلوب المجاريح، كم شاعر تصبح له الأرض قرطاس، وفي عتمة الأيام شعره مصابيح. إشراعنا هات القصايد إلى الناس، واسي السهارة عن لهيب التباريح. برنامج إشراع يأتيكم كل أربعاء من 8 وحتى 10 بصحبة عبد العزيز العميري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الشعر مشوار ورحلة من الآن وحتى العاشرة عبر برنامج شراء. مع الليل تسافر بنا الكلمات، يسافر بنا الشعراء إلى عوالم الجمال. على مر السنوات كان الشعر هو بريد القلوب، هو الياسمين كل صباح، هو الأغنية التي تلامس القلوب، هو الناي وهو الربابة على صدر الرمال. بالحب مستمعينا الكرام، رحلتنا في هذه الليلة راح تكون مع شاعر راح يرافقنا في بداية الحلقة إن شاء الله، حتى 9:30 راح يكون معانا، ومن ثم راح تكون أيضا معانا شاعرة سعودية في فقرة طواف. أيضا يتخلل ذلك فقراتنا المعتادة في القصيدة أغنية، راح نتناول قصيدة أغدا ألقاك للشاعر السوداني الهادي آدم. في فقرة وما يسطرون راح نتناول مقاطع شعرية لشعراء من داخل السلطنة وخارجها. أما في فقرة حدث عن الشعر كالعادة نتناول فيها مقولات نقدية عن القصيدة. للتواصل مع البرنامج عبر الرسائل النصية القصيرة على 90456 على 90 4 5 4 5 6 أو من خلال صفحة إذاعة الشباب عبر تويتر. أيضا نرحب بكل مداخلة مع ضيفنا داخل الأستوديو اللي راح نتعرف عليه بعد قليل. في هذه الليلة معكم من الإعداد والتقديم عبد العزيز العميري، ومن الإخراج سلطان المعمري. أحب الليل ونجومه وهمس النود والقمرة، أحب الليل ونجومه وهمس النود والقمرة، وأحب البار ورسومه ودار خالية عذرة، وأحب البار ورسومه ودار خالية عذرة عذرة. أحب البار ورسومه ودار خالية عذراء.
يا هوا بالغيوم إلهي واصبحت خضراء سقاها وبالغيوم إلهي واصبحت خضراء مسوي عشبها زوم به طيور الفلا تقرى مسوي عشبها زوم به طيور الفلا تقرى تقرى وهالسنود والقمر دار خالية عذراء حلوه علومه جماله يسحر الفكرة مع اللي حلوه علومه جماله يسحر الفكرة كساني حبه هدومه وفي قلبي سكن حجرة كساني حبه هدومه وفي قلبي سكن حجرة وهم سنو والقمرة أحب الليل والجمال وهم سنود والقمرة وأحب الدار ودارن دار خالية عذرة عذرة. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر برنامج شراع سعداء بكل من يتابعنا وكل من انضم لمتابعتنا في هذه الليلة الحافلة بالشعر والجمال. التواصل مع البرنامج عبر الرسائل النصية القصيرة على 90456 على 90456 أو من خلال صفحة إذاعة الشباب عبر التويتر. ضيفنا لهذه الليلة أحد الشعراء الشباب المميزين، له ديوان شعر بعنوان حكاية كرز صدر عام 2007، شارك في العديد من الملتقيات الأدبية والمهرجانات الشعرية. شاعر الكرز العائد من الغياب، المنشغل خلينا نسميه بأمور كثيرة غير الشعر، راح نحاول الليلة نشغله بالشعر. ضيفنا الشاعر أحمد البلوشي. مساء الخير أحمد، وإلا على طار الولا ما وحشناك. إلا على طار الولا ما وحشناك، سنين مرت بين طاري وطاري، تعال سولف لك بعد ما فقدناك وذكرك بمحبتي وانكساري. مرت سنين وكل ما قلت بنساك أقرى علامة نظلوا انتظاري، طال انتظاري وين دربك وممشاك، ضاقت علي الأمكنة والصحاري. موجود يا أخوي عبد العزيز، لو نظرت بعين قلبك شفتني، أينما وجد الشعر وأينما وجدت أنت أكيد أني موجود. هذا بادي بشيء خطير، لو نظرت بعين قلبك شفتني ما معي مخلوق يستاهل غلاك. يلا يعني تسكتني من البداية، ما أعرف هذا امتصاص للأسئلة ولا إيش؟ امتصاص للحلقة، وأيضا أنا مشتاق لك كثير ومشتاق للمتابعين. أخوي عبد العزيز أحييك وأحيي متابعينك وأيضا المخرج الرائع سلطان المعمري، وأتمنى أني أكون ضيف يعني خفيف الظل عليكم بعد ما كنت موجود. أيضا يعني أنت واحشنا، يعني مثل ما بدأنا بها بصراحة. يعني ليش الغياب أحمد؟ وينك؟ موجود عبد العزيز، دائما هناك مكامن حضور في كل غياب، يعني أينما وجدت القصيدة أحمد البلوشي موجود، هناك وقفة لكل شاعر.
ما بنكر أن في أولويات كثيرة أخذتنا عن الشعر، لكن الكتابة موجودة والقصيدة موجودة والحنين موجود، والقصيدة مرتبطة بالحنين بشكل كبير جدا، وانت خير العارفين. فدائما يعني الكتابة حاضرة، يبقى هناك أصول مثلا مرتبطة بأحمد البلوشي للنشر للمشاركة. أيضا عملية المشاركة العبثية، قد أكون أني ابتعدت يعني عن المشاركات ولكني متواجد في قلب الشعر. الأولويات أخذتني كثير، والحمد لله أنها أشغلتني كثير عن التفكير في أشياء كثيرة، ولكننا نبقى موجودين متى ما كان يعني وجب علينا الحضور، فنحن موجودين. والحين أنا قدامك في هذه الطاولة، يعني لبيت ندائك ونداء الشعر. جميل، كلنا من أجل الشعر الليلة هنا أبو شهاب. متى تختار يعني تظهر، ومتى تختار تغيب؟ على طار الغياب كله هذا، أنت بينك وبين الغياب شيء اليوم أبدأ بها يعني، كون أنه والله شوف الحضور دائما أختار لمواقف اللي تمثل لي أنا كأحمد، خاصة بعد هذه المرحلة من 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 الشعر ومن الوجود. أيضا قد يكون نحن يعني اجتهدنا كثير في سنوات ماضية، افتقدنا كثير من المفاتيح الإعلامية، ما كانت موجودة. يمكن أن بذلنا يعني الطاقة في وقت سابق، نحن ما موجودين أو الرموز الإعلامية أو المفاتيح الإعلامية، السوشيال ميديا هذه المتوفرة وصلت، ونحن قد يكون يعني خلاص في آخر الركب. فأنا أختار الوقت المناسب لي اللي يمثلني كأحمد، سواء إن كان في الأمسيات اللي ممكن تخدمني، يعني الأمسيات العابرة، الحضور العابر، هذا خلاص كبرنا عليه عبد العزيز. طيب هذا الحضور العابر اللي انت تذكر له، يعني كثير من الشعراء احيانا يعني يسعى وراءه بشكل لافت، يعني وراء هذا العابر اللي وصفته، امسيات، ظهور اعلامي، ما ادري هل تشعر، طالما انك ايضا عرجت على هذا الامر، تشعر انه هذا الهوس يعني اللي موجود مع البعض، هل يوازي في المقابل قصيدة مقدمة او جودة في القصيدة المقدمة؟ إذا تكلمنا عن أسماء مثلا، ما بنعطي أنفسنا، أيضا نحجم أنفسنا أكثر من الآخرين، ولكن نتكلم عن يعني عن زملائنا، عن تجربة صار لها أكثر من 10 سنوات. نعم، لابد أن تكون في قصيدة لأمسية، لابد أن يكون الحضور، ما فقط أنا أبحث عن أي منبر إعلامي أو أي منبر يخرجني أمام الجمهور. نحن نلاحظ كثير اليوم خاصة أن بمجرد أني أنا ما أكتب، بمجرد أنا ما أحاول أني أكتب، بغض النظر عن هوية القصيدة وعن عن تكاملها، وعن أصبح لي منبر، سواء كان على اليوتيوب، سواء كان يعني أصبح الشخص متاح له أن يظهر إعلاميا بشكل كبير في ثواني. أنا للأمانة ما أنصح خاصة زملائنا الشعراء أن اليوم أنا أبحث عن حضور بمجرد أني أكمل عدد، أو بمجرد أني أملي فراغ أني غبت ولا بد أني أظهر. لا، لابد أن يكون الظهور يميز مسيرتك الشعرية، لابد أن الظهور أيضا يواكبه شيء من القصيد الرائع اللي ممكن أنك أنت تفاجئ في متابعينك. وأما بمجرد أنك أنت تبحث عن ظهور أني أنا يعني ألملم هذا الغياب، فأنا ضد هذه الفكرة تماما. طيب فاجئ هذا المستمع بقصيدة يا أحمد البلوشي. والله إيش بفاجئ بقصيدة، ربما أنها اليوم لأول مرة يعني يسمعها المتابع. زين، نذكر احنا المستمعين أيضا برقم الرسائل النصية القصيرة على 90
4-5-6. ضيفنا داخل الأستوديو أحمد البلوشي. أبو شهاب نستمع إلى الناس. ومرتني دقايق مبهمة تورق نبض وشعور، ومرتني وتلهث أحرفي وتضج آلامي، وأنا أوقد مزايا خطوتي صرخة تعانق سور. مشيت ويندثر وجهي عتب في زحمة وهامي هنا، والسالفة جرح النخيل وسكة المبتور. تجي حد الجفاف وحلمها ما يوصل قدامي هنا، أوقد معالم هالقصيدة تمتمات سطور. وشلي يذرفك حبري وانا مكسور الهامي هنا، ارسم معالم لوحتي من فمي المقهور. ويصرخ وجهي الحالم عطش واموت به عامي، يسيل الصبح من قمة اصابع طفله المكسور. كبيرة يبلع الغصة وكان الصابر السامي، يجيها العمر واكتافها تشيل المنهك المذعور. يحاول يقطع يدينا قبل تمتد قدامي، ونادى يا سنين الخوف عاري والجسد مستور. وشيبة لحيته تاهت ما بين الساقي الضامي، سكت فجأة وكان الأرض تحكي لي وش اللي يدور. تذكر آخر عياله يهزوا عذقه الدامي، تذكر ما بقى إلا العتب فاقع وهم دستور. قرى كفة وشافه كلب حر عابس وهو طامي 8 سنين، والشارع ذبل والأمنيات البور. أخذ زواتته قوت القلوب وحلمه السامي، تعب يلقط محاصيله وجع وانفاسه الطبشور. تعب يستيقظ الموت بعيونه، صاح يا رامي وقف نبض الدقايق والمسا عاري بدون شعور. تطيح وما لقت إلا قصيدة تجبر آلامي. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك في شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي. كل شي حولي يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي لك في شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي. الأماكن 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 كلها مشتاقة لك، مشتاقة.
الموت والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت المشاعر في غيابك دار فيها كل صوت والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي كل أوراقي تموت المشاعر في غيابك باب فيها كل صوت والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت المشاعر في غيابك داب فيها كل صوت والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت واه العمر وتفوت الأمان وين الأمان وأنا قلبي من رحل ما عرف طعم الأمان لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت الأمان وين الأمان أنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان ليه كل ما جيت أسأل هالمكان أسمع الماضي يقول يرجع الماضي يقول ليه كل ما أجي أسأل هالمكان أسمع الماضي يقول أسمع الماضي يقول ما هو بس أنا حبيبي ما هو بس أنا حبيبي الأماكن الأماكن حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر برنامج شراع من إذاعة الشباب. تحية لكل من يتابعنا وكل من انضم لمتابعتنا. ضيفنا داخل الأستوديو الشاعر أحمد البلوشي. راح نواصل حديثنا مع أحمد ولكن بعد فقرة حدث عن الشعر. بحثا عن قوة تنفذ منها إلى الحياة، حدث عن الشعر. النقد أمر نستطيع تفاديه بسهولة بألا نقول شيئا وألا نفعل شيئا وأن نكون لا شيء. أرسطو. الشاعر ينتظر دائما، وإذا تحقق ما ينتظره بحث عن شيء آخر ينتظره. إذا توقف الشاعر عن الانتظار توقف عن الشعر،
الشاعر الراحل محمد الثبيتي. إنني عندما أشرع بالكتابة لا أضع في ذهني أي خطة لإنشاء مدرسة في الشعر ولا حتى حضانة. كانت عندي صرخة أردت أن أطلقها وكلمة حق أردت أن أغرزها في خاصرة الباطل، وقد فعلت. أحمد مطر. الشعر ما هو قافية دون إحساس، الشعر دقات القلوب المجاريح. كم شاعر تصبح لها الأرض قرطاس، وفي عتمة الأيام شعره مصابيح. إشراعنا هات القصايد إلى الناس، واسي السهارة عن لهيب التباريح. برنامج إشراع يأتيكم كل أربعاء من 8 وحتى 10 بصحبة عبد العزيز العميري. يستمر إبحارنا مستمعينا الكرام مع برنامج شراع مع ضيفنا داخل الأستوديو أحمد البلوشي. أحمد حياك الله من جديد. يا مرحبا أخوي عبد العزيز. أحمد، يعني في السنوات الأخيرة أو لو قارنا حتى ساحتنا، وربما وإن كنت أنا بديت الحلقة بغيابك، يعني والكثير أحيانا من الشعراء يعني يتشك والله يقول لك ما في شيء مشجع أو ما في حراك أو في ركود وإلى آخره، في حين يعني لو كذا راقبنا مشهد الساحة الشعرية من بعيد وقارناها بساحات شعرية أخرى راح نجد أنه هنا موجودة مهرجانات معانا، اجتهد يعني ربما العديد من الأخوة في إقامة مهرجانات شعرية. ما أدري كيف تقرأ هذه المهرجانات وانعكاسها على القصيدة الشعبية في عمان؟ هل أحدثت فارق في القصيدة الشعبية؟ عبد العزيز، أولا بلدنا كغيرها من البلدان أيضا داعمة للساحة الأدبية وداعمة للشعر وفق ما هو يعني تنظر لهذه الجهات. أنا مع إضافة سواء كان الدعم المادي أو المعنوي. هذه المهرجانات نحن خرجنا من خلالها، فما بشك أن هذه يعني انعكاس هذه المهرجانات والملتقيات على الشاعر نفسه أولا، من خلال أن يعني تواجده، من خلال ظهوره، من خلال انطلاقته أيضا. لو نرجع لنا كلنا نحن خرجنا من عباءة هذه الملتقيات وهذه المهرجانات، ما معنى أنها يعني الدعم يعني يوازي مثلا ساحات أخرى، هذا مبدأ غير صحيح. يعني أنا مع إضافة يعني دعم مادي، ولكن ما ننظر له بأن نحن كساحة أدبية خالية من الدعم وخالية من. أنا أعرف كثير من الجهات الخاصة داعمة للشعر، كليات داعمة للشعر، مؤسسات بدأت الآن من سنوات، يعني 2-3 سنوات، مؤسسات قطاع خاص تقيم مسابقات للشعر. العيب فينا نحن نتنزه أحيانا عن المشاركات ويتذمر مثلا في تذمر وأنا أترفع عن أشارك. طيب إيش تريد تشارك في أي جانب؟ يعني ما هذا الموجود وهذا المتاح اليوم؟ يعني شركات بترول دعمت، شركات مؤسسات خاصة دعمت، أقامت مسابقات، كليات. وأنا يوم من الأيام كنت مشرف على يعني مسابقات تقيمها كلية الخليج أيضا بدعم كبير، قد يكون توقفت ولكنها موجودة. هناك في أمسيات أيضا تقيمها كليات وفيها دعم مادي ودعم معنوي. تواجد الإعلام في مثل هذه المؤسسات أيضا يخدمك. فنحن ما نقول أن ساحتنا ما فيها منابر لهذا الكم من الشعراء، نحن نحاول نجد إضافة على هذه المنابر، إضافة على هذه المهرجانات، إضافة على هذه الملتقيات الأدبية، كلها داعمة. وكل شاعر يتنزه عن هذه الملتقيات
بحجمها. فأنا أقول هو مقصر في نفسه ومقصر في بلده ومقصر في حق هذه المهرجانات عليه. على طاري الملتقى الأدبي، طبعا أنا أبارك لكل الفائزين اليوم. اختتم الملتقى الأدبي في النسخة 23 في الشعر الفصيح، أيضا لا يمنعنا نبارك للفائزين في الشعر الفصيح. المركز الأول كان الشاعر حسام الشيخ، في المركز الثاني الشيماء العلوي، في المركز الثالث حميد العجمي، وفي المركز الرابع عهود الأشخري، وفي المركز الخامس كانت مناصفة بين المعتصم الخروصي وناصر الغساني في الشعر الشعبي. المركز الأول وليد العلوي، في المركز الثاني راشد الشعبني، وجاء في المركز الثالث أحمد المقبالي، في المركز الرابع في الشعر الشعبي أيضا حمود المخيني، وأخيرا في المركز الخامس الشاعر أحمد المغربي. أما في القصة القصيرة كانت المركز الأول عبير عيسى، في المركز الثاني أسماء الشامسي، المركز الثالث نوف السعيدي، في المركز الرابع وفاء المصلحية، أما في المركز الخامس كانت بشاير السليمي. ألف مبروك للفائزين، وإن شاء الله تكون هذه فاتحة لمشاركات قادمة. أحمد، الملتقى نبارك لهم. أنا يعني الحين أنت لما تذكر الفائزين للأمانة سجل كبير تراود لي من الملتقيات من 2003، يعني 15 سنة أو 14 سنة، ورجعتني لذكريات جميلة أبارك طبعا للفائزين. أنا كنت أتمنى أني أكون موجود، أبارك لحسام الشيخ الصديق الجميل، أبارك أيضا لوليد العلوي، راشد الشعباني طبعا من الشباب اللي أيضا تخالطنا معاهم في فترة من الفترات، حمود المخيني أبارك له، واليوم مبارك له ويستاهل. علي زعل عليك الباقين القصة طبعا أبارك لهم أكيد. فعلى العموم القصة الملتقى، أنت ملاحظ شيء في القصة؟ أنه لاحظت شيء مثلا كلها الأسماء نسائية؟ أنا والله اللي أعرفه من هذه الأسماء هي نوف، نوف كوني فعلا كانت سابقة في المشاركات، تشارك معنا في الملتقيات السابقة. الملتقى الأدبي جميل عبد العزيز، جميل بحسه، جميل بأسبوع من الجمال والعطاء والصداقة والرفقة الجميلة. أنا ما أعرف الحين الملتقيات هل موجود فيها هلال البادي وهل موجود فيها سليمان المعمري، ما أدري صراحة. خالد المعمري ما أدري، لكن للأمانة كنا نعيش أجواء أخوية جميلة بعيدا عن الشعر، بالرغم من أن الشعر جمعنا، والملتقى الأدبي كان هو يعني للفضل والقائمين عليه في وزارة التراث والثقافة. الحس الجميل، يمكن عبد العزيز تتذكر المقالب الجميلة، الروح الجميلة في هذاك الملتقى. فأنا أحسد كل الموجودين أو أغبطهم إذا كان موجود هلال وسليمان في الملتقى الأدبي. نوجه التحية للهلال البادي وسليمان المعمري كونك ذكرتهم، أيضا تحية لكل الأخوان القائمين على الملتقى الأدبي في وزارة التراث، وألف مبروك للفائزين. أنا أنوه طبعا راح نخصص حلقة أو الحلقة القادمة إن شاء الله للاحتفاء بالنصوص الفائزة في الشعر الفصيح والشعبي إن شاء الله، راح تكون حلقة الأسبوع القادم مخصصة لذلك. أحمد، 2003 كانت بدايتك مع الملتقى الأدبي العاشر، 2003 وتوقفت 2009، بعد 2009 أعتقد أنك ماشي 2009. أيوة، لكن يظل أكيد أنه للملتقى ذاكرة أخرى مختلفة. أحمد، بين هلالين يأتي الشاعر أحمد البلوشي في ديوانه الأول متوشحا بتجربة قصيرة زمنيا ولكنها عميقة وخصبة، هذا ما كتب الشاعر والكاتب مسعود الحمداني في قراءة له عن الديوان حكاية كرز بعد هذه السنوات. 10 سنوات مرت على الديوان تقريبا، 10 سنوات نعم.
كيف تنظر لديوانك الأول أحمد؟ والله هذا يعني أقدر اختصرها أنه كان يجسد تجربة تجربة أحمد وبداية أحمد، بالرغم أني بعض القصائد قد أكون يعني ما أرضتني أني يعني وضعتها في الديوان، ولكن أيضا أنا أعتبر لكل قصيدة حق، لكل تجربة حق. أنا لما يعني أشكر وزارة التراث والثقافة على يعني إصدار هذا الكتاب، جسدت تجربة أحمد وبداية أحمد، فالديوان كان يمثل تجربة بداية الحقيقية، وأيضا كانت نصوص تمثل التجربة اللي أظهرت أحمد البلوشي على مستوى السلطنة. فالديوان بحد ذاته يعني أنا سعيد فيه، وكل فخر أني أكون يعني أظهرت هذا الديوان للمتلقي، لكل متابعين أحمد. التجربة طبعا الثانية للديوان الثاني، تقرأ الأسئلة أنت جالس؟ أيوة، لأني أنا عرفت أنك بتقول لي ليش ما كتبت 10 سنوات من خلال سؤالك الأول عرفتك أنك بتسألني. عشرة عمر عبد العزيز عارفك. الديوان الثاني عبد العزيز أكلمك بكل أمانة يعني معمول وكمادة جاهز، وجاهز من 2 أو 3 سنوات، ولكن من خلال يعني قراءتي واطلاعي على الساحة الأدبية والإعلامية، نحن اليوم نشهد أن قليل جدا من المتابعين اللي يتصفح كتاب ويتابع عن طريق الدواوين. الأغلب يريد حاجة مسموعة سريعة الوصول للمتلقي. فأيضا الجانب الآخر، انشغالي في أعمالي الأخرى أو اهتماماتي الأخرى أيضا يعني كان لها دور في تأخر هذا الديوان، وحتى العنوان يعني موجود وكل الأشياء موجودة، ولكن ما زال جذوره في الأرض موجودة، وننتظر إن شاء الله أنه يظهر على الأرض. جميل، وننتظر إحنا أنه يظهر هذا الديوان. أحمد، راح نواصل حديثنا. أخذ سؤال هنا، أوجه تحية لعبد العزيز المالك الشاعر السعودي الجميل، مساء الله لك ولأحمد. سؤالي لأحمد، طبعا أنا تعمدت أعرض السؤال الآن لأنك أنت هذا عن الهوايات الأخرى وانشغالاتك الأخرى، يطرح عليك عبد العزيز هذا السؤال: هل هواية الشاعر وشغفه بأمر آخر غير الشعر يقلل من رفقته للكتابة وتوسيع مسافات الفراق، أو توسع يعني مسافات الفراق بينه وبين الكتابة؟ لعلمي بأن أحمد عاشق للخيل ومضمار السباقات. عبد العزيز شاعر جميل ومحب ولمكانة عظيمة، أقدم له كل الود والتقدير على مشاركته وتواجده أيضا من خلال هذه الرسالة الجميلة اللي أسعدتنا كثير. عبد العزيز، أنا أعتقد أن في حياة كل إنسان أولويات، إن كان الشعر جزء لا يتجزأ من 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 حياة الإنسان، كل الشاعر إنسان. أكيد إن كنت أنا منشغل انشغال كامل على القصيدة وكل وقتي مسخر للقصيدة، أكيد أني راح كل يوم أكتب نص، ولكن أؤمن تماما أن إخراج القصيدة يحتاج إلى حق من الوقت، من العطاء في الكتابة والاشتغال على الكتابة. عبد العزيز متابع جيد، أنا يكاد يعني 90% من وقتي مع الخيل، وارتباطي وانشغالي وفكري أيضا منشغل تماما بهوايتي هذه اللي أخذت حتى التفكير، بالرغم من أن الخيل أيضا تهبك القصيدة حالها حال الأنثى عبد العزيز.
فيعني ما يعني ايش اللي اريد اقوله، ما اعذر نفسي بالتزاماتي الاخرى عن القصيدة، بالعكس انا قلت لك لكل مكان من غياب حضور وانا متواجد، ولكن بالشكل اللي انا اشوفه مناسب. نستمع الى قصيدة وهديها لعبد العزيز المالكي. لا ايوه، وهداي لعبد العزيز المالكي وكل المستمعين وكل مستمعينا في المملكة العربية السعودية. يا صاحبي ما يشبهك غير الأمل، غير الحمام أشياء من خلف الأرض، مدري ترجمها الكلام ولا عجز. مديت كفي للبدر هاك العمر، عطني دقيقة من يديك أقطف لك الدنيا، قلب يشتاق لك ويبوت فيك. يا صاحبي تاه الحكي، هذا الغياب والليل قيثارة سهر حد الجنون، ما باقي إلا يشربك نخب وجنون، ما بين حانات الطهر يلبس عيون، والليل ما يعرف ينام في غربتي، طاحت من الغيمة بلد، أرجع أفتش عن فضاي اللي ملا عيني سهر، عن نجمة كانت تسامرني أناي، عن طاولة ما كانت إلا تنحني لما يجاريها الكلام وتنكسر، ويمرني ويمرني في زحمة الضيق عذري، يطرق علي الباب يتكسر الباب، بدري تجي يا صاحب العذر بدري، ما جيت إلا داخلي مات وأحباب، شبيت لك ضلع الندى نور عمري، مديت لك كفي أزاهير وعشاب، جيتك من أطراف الوفا طفل يجري، يطرق عليك الباب وتسكر الباب، ماتت قلوب والهم ما يلبس ثياب، عاري يفتش عن وطن ما بين أحباب وعذاب. يا صاحبي أكبر مصيبة في الحياة تقطع يدينك للوفا وتمد، ما تعرف تشيل حتى الحلم، حتى الحلم جات فلانة وخانته وتكسرت كل الجهات، والليل والليل ما يعرف ينام، والليل يكسيني من الوحدة ثياب، صاغ الوعد من ضيق الأيام صبري، راحل عسى الأيام تهديني كتاب يمكن يصحيني من الحلم، مدري الوعد كاذب لكن الود غلاب، مجنون كنت أخذ من الريح حبري، عطني من الضحكة بلاد، عطني من الضحكة بلاد، واترك لك عيوني هنا وارحل على متن العمر يا صاحبي. لربما لو هزك الشوق بتجين وتعاندين ظروف وقتك يا ترى، لربما بعد الغياب بتسألين ولا زماني ما على بالك طرى، لربما لو هزك الشوق وقتك يا ترى، لربما بعد الغياب بتسدين ولا زماني معنا بالك طرى، أواه لو تدرين عن بعض الحنين والشوق لا منا تجبر،
كل يوم أقول بكرة ترجعي بكرة معك غايب وشكله ما درى والدمعة اللي وقفت بعيني سني من يوم ما غبتي وعيني ما ترى في كل يوم أقول بكرة ترجعي وبكرة معك غايب وشكله ما درى والدمعة حياكم الله مستمعينا الكرام، سعداء بمتابعتكم لنا وكل من ينضم لمتابعتنا خلال هذه الليلة عبر برنامج شراع. أمسيتنا متواصلة حتى العاشرة، فقرتنا القادمة وما يسطرون. وما يسطرون عبق يفوح شذاه من مداد الحرف. وما يسطرون العمر يمضي على غرة كأنه صبح نمسى، والليالي كانت أجملها ليالي ألف ليلة. اهدري مثل السفينة واستوي لك ألف مرسى. كم صح العاشق من الموعد وهو مهدود حيلة، باكر الخمسين تسرح بي عن الماضي وأنسى، وما تذكر أيهن كنتي ولا في أي ليلة. أحمد الشحي. وما يسطرون عبق يفوح شذاه من مداد الحرف. وما يسطرون انذعذعت مالي مراج عن وجه حزني ولا مفر، يصير عذب الماء هماج والأرض ما فيها بشر، وتضيق بالخيل الفجاج ويضيق بالسفن البحر. يا ليت حزني من زجاج، يا ليت شعري من حجر. خلف الأسلمي. وما يسطرون عبق يفوح شذاه من مداد الحرف. وما يسطرون يمر الظل قدامي ولاني حاس بأن ظلالي ظلالي، وانا سارح من البارح أنا وياي راس براس، كثر جرح الكلام اسكوتنا جارح. عبد الله الكايد. وما يسطرون عبق يفوح شذاه من مداد الحرف. وما يسطرون يا
يا ليلنا الغافل حزين، من جرح صوتك سرق منك النجوم وما ترك لك قمرة تسريبها، في وحشة الحزن البهيم أنشدك وقفت أحلامك لمين. يا ليلنا الغافل حزين، هات يدك شوفني مثلك تعبت من المسير من قلق من خوف من ساعة أرق، كم متنا وحدي على هذا الورق وارجع أخاف. يا ليلنا الغافل حزين، أرجع أخاف خايف مدري من إيش وش يخبي العمر، بكرة يجرح سكوتك مثل ما تجرح النسيان ذكرى. عبد العزيز بن حمد. وشلون مغريك وانت الذي علمتني حبك، يا هاجسي عشق عيونك. وشلون مغريك وانت الذي علمتني حبك، يا هاجسي عشق عيونك. اسأل وتقرأ الجواب في نظرة عيوني، تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني. أسأل وتقرأ الجواب في محجر عيوني، تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني. وشلون مغريك وشلون مغريك، تلقى حياتي كلها لذة غرام لذة غرام، مهما سهر طرفي أو جارت ظروفي أو عشت الحرمان. تلقى حياتي كلها لذة غرام تلقى حياتي كلها غرام لذة غرام، مهما سهر طرفي أو جارت ظروفي أو عشت الحرمان. تلقى حياتي كلها لذة غرام، وشلون مغريك وانت الذي علمتني حبك، يا هاجسي عشق عيونك. وشلون مغريك وانت الذي علمتني حبك، يا هاجسي عشق عيونك. اسأل وتلقى الجواب في محجر عيوني، تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني. اسأل وتلقى الجواب في نظر عيوني،
تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني وشلون مغليك وشلون مغليك. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مرحب علي، ايش هالازعاج؟ هذا اعلان مفاجآت مسبق، مفاجآت مسبق رجعت، وهذه المرة المفاجآت اكبر. مفاجآت مسبق؟ خبرني اكثر. مفاجآت يومية، مثلا رصيد اضافي حتى 100%، بيانات اضافية ورصيد مجاني حتى 100% للمكالمات الدولية باستخدام تطبيق اريدو توك. يا سلام، وكيف بحصل هذه المفاجآت؟ حمل تطبيق اريدو عمان وانضم الان واحصل على مفاجأة كل يوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة uridu.om/surprisea. لو لاحظت ضعفاً تدريجياً في الإبصار وغشاوة على العين وعدم القدرة على تحمل الضوء الساطع، انتبه، فهذه أعراض النزول الأبيض. في مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط تتوفر التقنيات العالمية المتطورة لإزالة النزول الأبيض بدون ألم وبدون غرز وباستخدام مخدر موضعي بأمان تام ودقة فائقة وفي أقل من 10 دقائق بأيدي خبراء العيون. حينما يتعلق الأمر بعينيك ضع ثقتك في المستشفى الأول والوحيد للعيون والأذن في السلطنة. اتصل الآن واحجز موعدك على 909-54-909. مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط، لتنبض حواسكم بالحياة. أنت على موعد مع أفخم وأجود أنواع التمور والعسل وأفضل الطرق المبتكرة في عرض وترويج منتجاتها وآخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات في هذا المجال. أنت بحاجة إلى اكتشافها في معرض التمور والعسل العربي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض من 28 إلى 30 من أغسطس 2017، من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً ومن 4 إلى 10 مساءً. معرض التمور والعسل العربي، تنظيم شركة الخليج العالمية للمعارض. لأننا نجمع بين الأصالة والذوق الرفيع، متعهدون لعملائنا بتقديم المنتج الأفضل، الجود للعود. بمناسبة اكتمال عامه الثالث يعلن عن تخفيضات بنسبة 15% لمحبي وعشاق دهن العود الصافي وخشب العود الممتاز. موقعنا في بانوراما مول الدور الأرضي، وكذلك في المزن مول الدور الأول. الجود للعود، دهن عود صافي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الشعر ما هو قافية دون إحساس، الشعر دقات القلوب المجاريح. كم شاعر تصبح له الأرض قرطاس، وفي عتمة الأيام شعره مصابيح. إشراعنا هات القصايد إلى الناس، واسي السهارة عن لهيب التواريح. حياكم الله مستمعينا الكرام، صرنا على الساعة الثانية من برنامجنا في هذه الأمسية عبر برنامج شراع، مستمرين حتى 10. نجدد الترحيب بضيفنا أحمد البلوشي. حياك الله أحمد. يا مرحبا عبد العزيز، أحييك وأيضا أرحب من انضم لنا من المتابعين والمشاهدين بقلوبهم عبر إذاعة الشباب. أحمد، يعني كل شاعر أكيد أنه يطمح أنه يصل إلى الجمهور، أن تبقى نصوصه يعني في أذهان الناس، لكن كيف يستطيع الشاعر أنه يحقق هذا الأمر؟ لابد أن يعطي النص حقه، يبتعد عن التهريج. دائما النص المكتمل، النص الجميل العذب، يظل عالق في الذاكرة
مهما ابتعد الشاعر مهما ابتعد، ولكن بعض الشعراء يعني قد يكون تغلبهم العاطفة على أنفسهم، يكتب نص للجمهور وأطالب أن هذا النص يظل عالق في الذاكرة. نعم كل النصوص للجمهور أتفق يعني، ولكن في بعض النصوص يعني يغلب عليها طابع التهريج. إيش قصدك بالتهريج؟ أبحث عن تصفيق، حي الله جمهور أريد يصفق لي. أبحث عن شخص، عن جمهور بعيدا عن الذائقة الجميلة وبعيدا عن. أنا أدعو الشعراء أن دائما نشتغل على النص ونعطي النصوص حقها، راح تظل خالدة في ذهون الجمهور، الجمهور الحقيقي للقصيدة. متى ما كتبت نص راقي، متى ما كتبت نص جميل. أنت الآن قبل شوي يعني ذكرت أبيات لأحمد الشحي. اليوم من ما يذكر أحمد الشحي؟ من مر ما مر على تجربته على قصائد أحمد الشحي؟ وأحمد الشحي يكاد أن نحن ما شفنا وجه لوجه طوال 10 سنوات. هذه 14 سنة يمكن أنا جلست عند أحمد الشحي مرة أو مرتين، ولكن يكاد أغلب نصوص أحمد الشحي على لسان كل الشعراء وجيلنا. نتكلم عن جيلنا، كنا نتبادل هذا الأبيات على نصوص أحمد الشحي، نصوص أحمد السعدي. ليش؟ لأن كانت قصيدة وجمال وعلى ذكر جمال الشخصي الله يذكره بالخير، ففي نصوص فعلا تخلد، في نصوص هي من تظهر الشاعر، هي من يعني يتابعها الجمهور، جمهور القصيدة الحقيقي من الشعراء ومن المتذوقين. ولكن في بعض القصائد تموت بعد أن تذكر، هي مجرد للمسرح لا أكثر، للتصفيق للتهريج. فما أعتقد أن هذا النصوص راح يخلد التاريخ في يوم من الأيام. يعني تراها أنها مرحلة، وبمجرد أن تكون على المنبر وبعد وانتهت وانتهت. ما ممكن يعني تخليد القصيدة، يعني لابد أن نقول ليلة الفرقة زرعت في ساحة البيت شجرة، ثم كبر فرقاك حتى صارت الساحة شجر. هنا يعني بيتي ظل عالق في الذاكرة لأحمد. نوجه له تحية أحمد الشحي، شاعر الجميل ويستحق تحية كبيرة يعني. اي والله أحمد، يعني تشعر أنه الشاعر العماني، يعني حتى التجارب اللي أنت تتحدث عنها، يعني لو اتبعنا مثلا أغلب حتى المنظرين يعني القصيدة الشعبية في الخليج، يعني لما يتناولوا التأطير خاصة بالقصيدة الشعبية ما يتناولوا تجارب شعرية عمانية. من وجهة نظرك ليش؟ يعني هل احنا ما سوقنا لها بشكل صحيح، أم وين الخلل تحديدا؟ والله أنا أؤمن كل الإيمان أن الإعلام له دور كبير في إظهار الشاعر وإظهار التجربة وإظهار سباقات الخيل وإظهار كل الأشياء. الإعلام له دور كبير ودور زي مو دخل سباقات الخيل الحين في الموضوع هذا. على أساس أن أربط كل الأشياء على السلطان يبحث عن تغطية شكله يا سلطان، يقول سلطان لازم يربطها بالخيل. لا لا شوف، هذه حقيقة، يعني كل الأشياء تحتاج للظهور، تحتاج للإعلام. الشاعر العماني خلينا نكون صادقين مع أنفسنا، والتجارب العمانية في كثير من المحافل كانت الشعرية أو غيرها يعني تفتقد الضوء الإعلامي. نحن بحاجة لفعلا لضوء إعلام. نحن اليوم التجارب اليوم عندها منافذ كثيرة، وحتى الإعلام بشكل عام يعني اشتغال جيد في الفترة والآونة الأخيرة للشعر. ولكن إذا تكلمنا عن الشعراء للتجارب اللي ذكرناها، فعلا كانوا يفتقدوا يكاد الإعلام بشكل كبير، والاشتغال على الإعلام هو من يظهر القصيدة في كل جانب، يعني في كل دولة في كل مؤسسة. فأكيد أن الإعلام كان له دور
في غياب القصيدة العمانية. كان له دور في أي مرحلة قصدك يعني عشان نحددها؟ مرحلة ماضية أو أنه مرحلة ماضية؟ طبعا أنا أتكلم نحن اليوم نشهد تطور ملحوظ وكبير عبد العزيز، يعني نكون صادقين مع أنفسنا. اليوم الشاعر يعني هو من يمثل نفسه في هذا الظهور. إذا بغيت تكون شاعر جميل، الإعلام موجود والمنافذ الأخرى موجودة. في غضون يوم كنا نتكلم مع عبد العزيز، مع سلطان تحت الهواء، اليوم كل شاعر ممكن يكون نجم في غضون ساعات. قناة على اليوتيوب، قناة على ما أدري وين، سناب شات وال يعني تويتر ولا إنستغرام، متاح لك كل الأمور. في المرحلة السابقة عبد العزيز نحن نفتقد كل هذه الأشياء، واللي سبقونا كانوا يفتقدوا ما نحن وصلنا له. فكل هذه الأشياء أيضا كان لها دور في غياب الشاعر العماني هذه الفترة من المنابر الخليجية. طيب طبعا مؤخرا يمكن تتفق أصبح شاعر عماني متواجد بشكل أفضل، ما بشك نسبيا عن السابق في الخليج ما خاصة. بشك. وأيضا مثل ما ذكرت لك نحن اليوم القنوات هذه المتاحة والبرامج هذه المتاحة أعطت الشاعر العماني فرصة أيضا أنه يشتغل على نفسه. فأصبح متواجد مع زملائه على مستوى الساحة الأدبية الخليجية، أصبح له ظهوره ودوره الكبير واحترامه أيضا واحترام القصيدة العمانية. وأيضا مثل ما ذكرت يعني اليوم الوسائل أصبحت متاحة يعني أكثر مما كانت عليه في السابق، يعني بكل سهولة اليوم الشاعر ممكن قصيدته تذهب إلى آخر الدنيا، سواء مصورة كانت أو حتى صوتية، بكل سهولة ويسر. صحيح. أحمد خلينا نستمع إلى قصيدة. حاضر. نامت أناي ألف تصبح على خير، نامت أناي ألف تصبح على خير، والخير تحت وسادة الشوق غادي، والصبح مشوار الكرز والعصافير يكسر جناح الليل ويفز شادي. والله أحبك والليالي مشاوير، أشعل شموعك واحسبك اعتقادي، يا وجه صبحي يا انكسار المعاذير، يا ملهمة شعري وطفلة فؤادي، يلي بحضورك شمس من شفة الطير، ألقاه بين القلب ما هو بعادي، ألقاه كأن الحب جملة تخاتير في شفة الطفل الضحوك المنادي، ألقاه وسط الرمش من دون تفسير، حبك مثل زهر الربا جاد بادي، أنتي ولا غيرك غدا الحب تقرير في وسط كفك مشعل بالأيادي، نامي على حضن الهناء للمحاذير تسألك، نامي يا أناي انقيادي، هذا قصيدي ورد ما لامس الغير إلا عيونك، جاك لجلك أحادي، ونامي أناي وألف أنتي على خير، والخير تحت وسادة الشوق غادي، تحت وسادة الشوق غادي. نص من النصوص القديمة لك اللي أنا أحبها أيضا بشكل شخصي، هذه نص جميل أحمد. شكرا عبد العزيز. السلطان يقول لي ما في رسائل، راح نشيك الرسائل، ما أدري أنا صاير أعمل كذا رفرش، راح نشيك نشوف من رسالة. سلام لكم أحبة منورين، صاحب الرقم اللي آخره 243 يوجه لك التحية أحمد. أذكر برقم الرسائل النصية القصيرة على 90456 على 90456 لكل من يرغب في التواصل معنا أو بمداخلة مع ضيفنا داخل الأستوديو الشاعر أحمد البلوشي. أيضا خلينا أشوف هنا في رسالة أخرى من الشاعر سلطان العلوي، أيضا يوجه لك التحية وطارح سؤال. سلطان، كيف يرى أحمد
مستوى القصيدة العمانية في ظل زحمة الأسماء الشعرية الآن وتعدد منابر النشر. سلطان العلوي. تحية كبيرة للسلطان العلوي أبو وحيد ولوحشة كبيرة أيضا. ذكرنا وتكلمنا نحن عن من هذا على هذا الجانب. الشعراء كثر وأصبحت أيضا البرامج كثيرة أعطت كل هذه الأسماء فرصة أن يظهر من خلالها بغض النظر عن الإبداع والجهة المسؤولة أيضا عن خروج هذا الإبداع. أصبح الشاعر أو الكاتب أو المنفذ هو يعني سيد نفسه، هو من يقيم وهو من ينشر وهو من أيضا يستعين بمصورين وفيديو كليب ويوتيوب وعلى بركة الله. بكرة راح يكون العيد الوطني، راح تتزاحم القصائد الوطنية بغض النظر عن أشكالها ونوعياتها وقالبها الشعري. نعم أنا يعني مع سلطان العلوي أن كثير أسماء في الساحة، ولكن هذه الأسماء ممكن أنك تنتقي منها بحجم اليد الواحدة أو بعدد الأصابع اليد الواحدة. فرق كبير عن الساحة الأدبية في الفترة الماضية وما نراه اليوم. نحن أمس أعتقد في جروب للشعراء كانوا يناقشوا جودة الشعر في الملتقى الأدبي، جودة القصائد اللي قدمت. يلام أيضا بعض المحكمين في اختيار المراكز من حيث الجودة وانتقاء القصيدة والاشتغال اللي أنت ممكن تقرأ أيضا في هذا النص. ممكن تجد شاعر شاعرين ثلاثة اللي ممكن تتكلم أن شاعر ممكن يشتغل على نصه. كثير من الأسماء هي مجرد إضافة عدد على الساحة الأدبية، إضافة عدد. يعني هكذا ترى. ليش يلام المحكم؟ يعني أنت الحين يعني ذكرت أنه أو تستشهد نقاش يعني ربما في مجموعة أدبية، ليش يلام المحكم؟ قد يجيك يعني المحكم اليوم حكم الملتقى الأدبي أو أي مسابقة يقول والله هذا المتوفر أمامي من نصوص. صحيح. إيش المطلوب منه المحكم؟ يعني هل يحجب مراكز أو إيش بالضبط؟ يعني إيش ليش يلام المحكم؟ لا أنا أقصد أنه يعني يلام في هذه النصوص. فعلا يعني النصوص اللي تقدم نصوص يعني ما ترقى، يكاد أن نص نصين وفي النهاية نجد مركز مكرر. المحكم مطلوب منه نتائج، ونجي نحن كمتابعين نلوم إيش المحكم، إيش هذه النصوص اللي فازت. على سبيل المثال يعني أنا أعطي بشكل عام، المحكم في النهاية استلم نصوص مطلوب منه خمسة مراكز لابد أن يخرجها من النصوص المشاركة. هي في حقيقة الأمر ما تكون مطلوبة، يعني يعتمد على رؤية المحكم. أحيانا في محكمين مع الحجب، وأستشهد يعني لمحكمين في القصة القصيرة في الملتقى الأدبي قبل أعتقد 3 سنوات في خصب، يمكن سنتين أو 3 في خصب، حجبوا المراكز الأولى بسبب عدم أهلية القصص المشاركة. وأتذكر يعني حينها طالب أحد الشعراء، كانت لي أذكر مداخلة مع أحد الشعراء، وأيضا طالب كان يطالب يعني ويعتب على لجنة التحكيم حينها في الملتقى الأدبي في خصب بأنه ما تستخدم لجان الشعر الشعبي سلاح الحجب، يعني في حين أنه أحيانا يكون هو خيار يعني وفقا لوجهة نظره. أنا أتفق مع تماما هذا الشاعر اللي ذكر لك موضوع الحجب، وأنا أتفق معه تماما. لو استخدمت هذه الطريقة راح نجد إعادة للاشتغال القصيدة بشكل جيد. لو ملتقى الأدبي فعلا أو أي جهة، ما بنتكلم عن مثل ملتقى أدبي، لا يؤخذ علينا المسابقة اليوم الأخيرة يعني. خاصة هي طبعا، لا بالعكس نحن بعيد عن هذا المشاركة، ويكاد أني أنا ما قريت إلا نص يمكن حمود عشان أكون صادق أيضا. لو هو حديث عام يعني، لأن فعلا اليوم معلون النتائج. نعم، لو استخدم هذا الضغط على الشعراء راح يكون الاشتغال بشكل أفضل. يمكن تذكر عبد العزيز جلساتنا في طاولتنا الجميلة،
كنا يعني قبل كل مشاركة نجلس خوفا من تقديم نص يتأهل ولا ما يتأهل، يتأهل أو ما يتأهل، أفوز أو ما أفوز. يعني إيش بيكون بين، يعني كيف بكون وضعي بين زملائي؟ اليوم أنا مجرد أن كتبت نص ويلا على بركة الله قدمت النص للمشاركة، هنا تجد الضعف في أغلب القصائد المشاركة. يعني لو استخدمت فعلا، أنا أحيي أهل القصة على هذا، يعني على حجب القصائد في ذلك الفترة. ولو تتبعت ماذا حدث يعني بعد هذه، شوف نصوص القصة اللي جت في الملتقى الأدبي اللي بعدها واللي بعدها والآن، يعني راح تجد تطور ملحوظ واهتمام من الكاتب. لو استخدم هذا الضغط النفسي أكثر من أنه، يعني راح تجد الشعراء يعني في اشتغال على النص، في تقدير لنصوصهم أيضا في المشاركة في الملتقيات الأدبية والمهرجانات وغيرها من المسابقات المحلية. جميل أحمد، الحديث جميل معاك. قبل لا نطلع القصيدة، أو راح نختم مع أحمد سلطان ومن ثم نطلع بالقصيدة أغنية. أحمد خلينا نستمع إلى قصيدة أخيرة. والله كتابك عابر عبد العزيز، ما أعرف بتعيبك ولا ما بتعيبك. إن شاء الله يعني خليها للمستمع أكيد. نوجه لك التحية إحنا دائما أحمد، وأكيد أن نصوصك الله يطول تلامس المستمع. يعني نقولها، بديت أنسى، بديت أنسى، بديت أتنفسك وقسى، فمان الجرح للمنفى، أبي أرحل أنا من جد محتاجك، وأبي أرحل أبي أنسى، كثير أشياء تمنعني عشان أنسى، أنا مشتاقك ولكن أريد أنسى، أريد أغفى ولاقيني بدون إحساس، لأنك من بدا يقسى وخلاني بدون أنفاس، وأنا ما كان في عيني سوى كنتي، سوى دربك وما بنتي، ولا في شي يشفع لك سوى جرحك، ألم جرحك، وأنا راحل بخلي كل شي في داخلي راحل، ومر العمر يا مريم 3 سنين، ومر العمر يا مريم 8 سنين، وأنا أتنفس غيابك 8 سنين، وتضحك سلة أهدابك ومرتاحة، وأنا مجنون ناظر طيفك العابر ومصباحة على الأيام، وش باقي من الآثام والتجريح عطرها يصيح، وأنفاسك دخوني يصيح، ويتذكر 27 فبراير، جرحك من سنين خبيته، لا تسأل الورد وش صاير، ليتك قطفته وراعيته، ذكراك يا عشقنا طاير، ليتك عزفته وغنيته بين ايديا، وحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، احلى طعم الحب اكيد، نسيتي كثير، تعلمتي تخوني كثير، تغيرتي تغيرتي، وانا اللي ما اقدر تنسى، بين ايديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعة جليد، بين ايديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، احلى طعم الحب اكيد، بين ايديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، احلى طعم الحب اكيد، زيد النار خلي جروحي ملح،
خلي نسهر ليلنا لحد الصبح، لا تفكر حبنا غلطة ولا صح، اش ما يعد العمر حبنا يظل جديد. بين ايديا واحس انك بعيد، ذوب احضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، احلى طعم الحب. ابو شاب وصلنا لل يعني للحظات الاخيره في اللقاء، راح تخلينا ولا نخليك؟ ما نعرف والله من يخلي الثاني الليله. عبد العزيز، انا سعيد جدا للامانه اني اكون موجود، واقول يحسب لك يعني للجمهور انهم يشكر عبد العزيز. انا من مكانتك عندي ومحبتك يعني لبيت دعوتك ولبيت دعوه الجمهور ايضا وسلطان المعمرية، شاكر لكم يعني كل الشكر والتقدير على هذا البرنامج، وأيضا اتاحت الفرصة لي أني أبلغ المتابعين أن أحمد موجود والقصيدة موجودة، وأتمنى إن شاء الله أن نكون دائما متواصلين بالحب ومتواصلين بالود، وأتمنى إن شاء الله أن نشهد. راح اقرا لك الرساله الاخيره اللي وصف لها في الامتار الاخيره من المهندس راشد الرحبي: لو علم الناس سر الكلمه في اثراء النفس وتحسين انماط التفكير ودورها بتقويم السلوك لتزاحموا بسبك الكلمات وكتابه الشعر والتلذذ بالكلمات. تحيه طيبه للشاعر احمد، ولو سمع المطربين ابيات بارحل لغنوها طربا. المهندس راشد الرحبي نوجه له التحيه. لك كل الود والتقدير، ويعني أثلج صدري ومحبتي وتقديري له، ولكل المتابعين شكرا عبد العزيز وشكرا سلطان المعمري، وأتمنى إن شاء الله أن نكون دائما بالقرب وأنت بالقرب دائما. يعطيك العافية الشاعر أحمد البلوشي، كان ضيفنا في هذه الأمسية. مستمعين الكرام خليكم معانا، تبقت القصيدة أغنية، وكذلك موعدنا في فقرة طواف مع الشاعرة السعودية بشاير القحطاني، خليكم معانا. الموسيقى والجداول حديث الأنهار وهديل الحمائم، القصيدة أغنية. في القصيدة أغنية، أو في القصيدة أغنية، اخترنا لهذه الليلة قصيدة الشاعر السوداني الراحل الهادي آدم: أغدا ألقاك. هذه القصيدة اللي يرى الكثير من النقاد بأن الهادي آدم أصبح أسير لها. طبعا بعد أن تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عن قصة هذه القصيدة وكيف تحولت إلى أغنية في زيارة لأم كلثوم إلى السودان عام 1968، طلبت أن تغني من كلمات لشاعر سوداني. قدمت لها العديد من النصوص، اختارت منها قصيدة أغدا ألقاك. كان عنوان القصيدة الغد، تحولت لاحقا إلى أغدا ألقاك. لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، غنتها أم كلثوم عام 1971. يا خوف فؤادي من غدي
طبعا هذه الأغنية تغنى بها أيضا الكثيرين بعد أم كلثوم، جددها العديد من المطربين وظلت كواحدة من النصوص الخالدة. الغريب في الأمر أنه لم يغني أحد من كلمات الهادي آدم بعد هذه القصيدة، لا داخل السودان ولا حتى خارجها. يعني وفقا لصحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر 17 يناير 2007، أنه الهادي آدم كان اشترط على الصحفيين أثناء الحوارات أن لا يسألوا عن قصيدة أغدا ألقاك، محاولة منه لعدم لفت القارئ إليها، طبعا لأنه كما يقال يعني أصبح أسير لها، وكان يتعرض لهذا السؤال في المقابلات الصحفية والإعلامية، وكان هو ربما يرى بأنه هذا الجانب يشغل عن الاهتمام بجوانب أخرى أو بقصائد أخرى كتبها الهادي آدم. أيضا محاولة من شاعر الراحل الهادي آدم يعني لعدم لفت القارئ لهذه القصيدة، عندما أصدرها في الديوان أخذها أو أصدرها على مسماها القديم قصيدة الغد، يعني ما نزلها كعنوان غد أغدا ألقاك مثل ما كانت في أغنية أم كلثوم. كرم الراحل الهادي آدم بسبب هذه الأغنية أو بهذه القصيدة، حتى عند لما رحل الهادي آدم ظلت هذه القصيدة ملاحقة له، أو وهو كما ذكرنا في البداية أصبح أسير لها، نعته أغلب المؤسسات الثقافية والملاحق الأدبية بمنشيت رحل صاحب أغدا ألقاك. كانت مستمعينا الكرام هذه فقرة القصيدة أغنية للشاعر السوداني الراحل الهادي آدم غدا ألقاك، هذه القصيدة اللي ظلت خالدة في ذاكرة الشعر العربي وفي ذاكرة الأغنية العربية، واللي جددها الكثير من الفنانين والمطربين. نستمع لهذه الأغنية اللي تغنت بها أسماء المنور أيضا في دار الأوبرا السلطانية. أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي بانتظار الموعد. Thank you.
أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كنت أستدني لكن هبته لما وأرجوه اقترابا. كنت أستدني لكن هبته لما أهابا. وأهلت فرحة القرب به حين استجاب حين استجاب. مسه الشوق فذاب أغدا أغدا ألقاك غدا ألقاك. بين الحرف والمعنى لنا في كل شبر طواف. يأخذنا الطواف هذه الليلة أحبتنا المستمعين إلى عوالم شاعرة متمكنة. في أحيان كثيرة عندما نبحث أو نقتفي أسماء شعرية غير متواجدة إعلاميا يكون التحدي كبير، وهناك بلا شك العديد من الأسماء الشعرية اللي تقدم نصوص في عوالم بعيدة عن الأضواء. ضيفتنا شاعرة اختارت لنفسها نافذة مواقع التواصل الاجتماعي، شاعرة تطلق منها قصيدتها المحملة بالدهشة والجمال، الشاعرة اللي كتبت وقفت ما بين أذكرك وانساك في وقفة حياد، وله اهتديت النور يا قلبي أو النور اهتدى، أرمي على كل أمكنتك الموحشة ثوب الحداد، عن كل شيء راح من عمري لضحكاتك فدا. لا تهتم شاعرتنا ولا تسعى للظهور الإعلامي، أو الشاعر أو الشاعرة الحقيقية هي التي تجعل الإعلام يسعى لها. هكذا كان الحال معها في هذا الحوار تحديدا، وليس لأنها يعني هي ضيفتنا الآن على الهواء، لكن من يتصفح عبر التويتر لهذه الشاعرة راح يجد قصيدة مغايرة، قصيدة محملة بالدهشة والجمال والابتكار، وأنا أعني كل كلمة أقولها في هذه الأمسية. في ظهورها الأول ضيفتنا عبر فقرة طواف الشاعرة السعودية بشاير القحطاني. بشاير مساء الخير. مساء النور أستاذ عبد العزيز، يسعد مساك ويسعد مساء جميع المستمعين والطاقم القائم على البرنامج. يعطيك العافية بشاير القحطاني. طبعا فقرة طواف
دائما يعني تتميز بالأجوبة المختزلة كذا، نحاول نبعد فيها عن رتابة اللقاءات المعتادة. خليني كذا أبتدي معك عن الحضور الأول لبشاير القحطاني، ماذا تقول بشاير؟ بداية كما أثبت يكون هذا الحضور الإعلامي الأول لي، ويشرفني أن يخرج صوتي وأن أنطلق في هذا المجال كبداية عبر إذاعة عمانية، عبر الأرض الخضراء، عبر أرض العذوبة حتى في الشعر. على الرغم بشاير من جمالية القصيدة اللي تقدميها، لكن بشاير يعني بعيدة وما تسعى للظهور، إيش السبب؟ بالنسبة للظهور الإعلامي عندي اعتقاد دائم أشعر فيه عند كتابة الشعر، عند نشر أي قصيدة على مستوى التواصل الاجتماعي، أني ما زلت في مرحلة المحاولة والتجربة، أخرج دائما بمحاولة. إلى الآن ما أعتقد أني خرجت للشعر بصورة مكتملة. هذا تقريبا هو السبب الأبرز. السبب الثاني أني أتعامل مع كل قصيدة كحالة، كحالة شخصية، أني أشعر أني أنتمي للقصيدة قبل أنها تنتمي لي، أشعر أني تحت اسم القصيدة قبل أن يكون اسمي تحت قصيدة معينة. جميل. أعيشها دائما كحالات خاصة على مستوى شخصي، بمجرد نشرها أشعر أني خرجت من الحالة أدخل بحالة شعرية أخرى. جميل. وهذا الشعر هو دائما يعني بطبيعة الشعر القلق، دائما هو اللي يفتش في مواطن الدهشة، هو اللي يسعى أن يطرق إلى مكامن الجمال أو يذهب إلى مناطق ربما ما تطرق لها الآخرين. دام هذا القلق كذا راح يؤدي إلى نتيجة أو إلى نتيجة مثل القصائد اللي قرأتها لك بشكل شخصي، فأهلا بالقلق يا بشاير، إن شاء الله يظل كذا بنفس هذا التوجس والبحث عن جديد. بشاير، في الساحة الشعرية السعودية الكثير من الشعراء وأيضا الكثير يعني من الشاعرات، يعني ساحة زاخرة بشكل كبير، كيف تستطيع أن تبرز الساحة في الساحة السعودية الشاعرة تحديدا في هذا الساحة الكبيرة المليئة بالشعراء والمبدعين؟ مؤخرا كما أثبت ساحة زاخرة بالشعراء وبالشاعرات، وأشوف أن برامج التواصل الاجتماعي فتحت بوابات كثير أمام الشعراء والشاعرات، بوابات متعددة في طرق مختلفة بإمكان الشاعر أن يطلق صوته، إضافة إلى لم يعد هناك عائق كما كان يحصل في الماضي سواء بالمجتمع أو سواء بالطرق النشر. جميل. بوابة موجودة في كل منزل، أصبحت متاحة فعلا كما أسلفتي. بشاير، آخر تغريدة لك في تويتر؟ آخر تغريدة لي في تويتر، آخر تغريدة كانت إعلان عن اللقاء، لكن قبلها كان مقطع من تفعيلة. نسمع المقطع إذن. مع أني أشعر أنه غير لائق المقام، لكن في الذاكرة، في الذاكرة لأن أصحابه دائما في الذاكرة. جميل. المقطع: أنا ما على أرض تحتها ضحكاتكم مريت، رميت بنظرتي عسير، سرحت بليلة فيها المداداك، كرهت الموت لحظة مسر المبرور، عليكم الهوى ساكن. جميل جميل جميل. هذه دائما تفعيلاتك كذا فيها محملة بالدهشة، وكأنها طبطبة على القاري وبعدين تفجري قنبلة مع نهاية المقطع. من أبياتك: يا ليت صوتي خانني وأنا ترجى فيه ناد، ما كنت كمل البيت كل ما مر في شارعك لأجيلي صدى. جميل. لمن توجه بشاير هذا البيت؟ لمن أوجه هذا البيت؟ بما أن كل قصيدة حالة، أظن أن انتهى صوتي في هذا البيت وانتهى ندائي اللي وجهته. غالبا أنا وجهته للشارع، الشارع بما فيه،
من ناس ومن أماكن. جميل. طيب خلينا نستمع إلى قصيدة شعرية وراح نواصل حديثنا معك. أذكر المستمع اللي انضم للاستماع لنا معنا في فقرة طواف الشاعرة السعودية بشاير القحطاني، ونستمع إلى قصيدة شعرية من بشاير. كنوع من الشكر أبدأ بالقصيدة اللي يقتبس منها في المقدمة. جميل. وشلون صار الأبيضي كبوة ولطخ السواد، ومن وين لي خطوة تواسيني وأنا أدور مدى، محتاج أحس لوحدتي آخر وللوصل امتداد، محتاج أحس اللي على ليلي ودمعاتي جدا، أنا أحترق حرفي وجيت بحسرتي يوم الحفاظ، شاي على كتفي مواسم حزن وجروحي كده داخل مع روحي معارك دم وهموم وبعاد، لا درعي يحمي من هوا نفسي ولا بيدي كده، عيني على عكازتي وحدي وعيني على المهان، رمى علي الوقت كم باقي من الوقت وعدا، خبيت بك فرحة عمر وأحلام ضحكات وبلاد، كرمت قلبك عن صدور الناس وقلوب الردى، ودعت في عمرك حمام أيامي أحلامي وعاد، لغيم في جنحانها وحتى بحنجرتها شدى، وقفت ما بين أذكرك وانساك في وقفة حيال، ولا اهتديت النور يا قلبي أو النور اهتدى، أرمي على كل امكنتك الموحشة ثوب الحداد عن كل شيء راح من عمري بضحكاتك سدى، يا ليت صوتي خالي وأنا ترجع في هناك، ما كنت كل ما مر في شارعك ألاقيلي صدى، مع باقيلي سوى شعري ويا خوفي معاك، واسهر وأحس الليل كلمة ينتهي فيني بدا، رصاصتك شعرك ويام خيبتك كانت زناد، تكتب قصيدة عيد أو مرثية أو تكتب حدا يترك لك الجمهور تصفيقة وراق مداد، وغاون تبعك وخفت فيك يضيع عن درب الهدى، من هو وعلمني أنا ملين من قبل السهاد، من قبل أحس بوجنتي من دمعك البارح ندى، يا رب خذني الأرض ما مرت بها سار العباد، على الأقل من ما لقيت أصحاب ملقيا لي عزة. سلامتك سلامت المستمعين. وترحل صرختي في وادي لا صدى يوصل ولا باقي أنين، وترحل صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى، يا خطوة ما غدت تقوى على الخطوة على هم السنين، زمان الصمت يا عمر الحزن والشكوى، يا خطوة ما غدت تقوى على
في وادي لا صدى يوصل ولا كتبته في جدار الوقت حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوقت على لون السما الهادي على الوادي على موتي وميلادي على لون السما الهادي على الوادي على موتي حبيبي لو أياد الصم خذتني لو ملكتني ليل حبيبي لو أياد الصم خذتني لو ملكتني ليل حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوجه حبيبي يا حبيبي. نواصل مستمعينا الكرام فقرة طواف وحديثنا مع الشاعرة السعودية بشاير القحطاني. بشاير، يعني على ماذا تراهن عندما تنشر نصها؟ على ماذا أراهن عندما أنشر نصها؟ نعم، غالبا أنا في مراحل مختلفة مع كلنا. في نصيحتي بالبدايات للأمانة كنت راهن على التغلغل في الدوائق فقط. وعيت للشعر مؤخرا، وعيت بالتحديد للناس في الشعر، فأنا أراهن على التغلغل في الذات في الإنسان. جميل جميل. طيب إيش اللي وجدته يعني بشاير القحطاني في القصيدة؟ سواء في القصيدة أو الشعر بشكل عام، كوكب ثاني يعرف كل شاعر. الكوكب هذا له ناسة، له أماكن، له شوارع، له سماء، له أرض. كوكب مختلف تماما عن الكوكب الأرض. جميل. يكون نوع من ضرب من الخيال، لكن أنا متأكدة أن كل شاعر يشعر أنه أقرب للواقع. جميل، وأكيد الشاعر له عوالمه. لمن طبعا بشاير تكتب شعر التفعيلة، لمن لا يتقبل شعر التفعيلة ماذا تقول بشاير القحطاني؟ لمن لا يتقبل شعر التفعيلة؟ نعم أيوة. بما معنى أنه يميل للعمودي أكثر. نعم، يعني في ناس ما يعتبروا أنه شعر التفعيلة شعر. بالنهاية ما فيني أقول شيء قد ما أقول إنها حرب ذوائق بين ذوائق أصحاب الشعر العمودي أو التفعيلة. حرب من الحروب اللي تنتهي بالسلام دائما، الحروب اللي ودي تستمر لكن لا ينتصر فيها طرف على حساب انهزام الطرف الآخر. زي ما قلت، حروب الفن دائما الحروب تنتهي بالسلام، بما أن ما فيها أي خسارة دائما بين عمودي أو تفعيلة، فأنا دائما بالطرف المحايد، يعني يهم لي طرف المحايد. كونك أنك تكتبي أيضا الاثنين. في مقولة لأحد الفلاسفة اليونانيين، لا أحد ينزل مرتين إلى النهر نفسه. لمن توجه بشاير القحطاني هذه العبارة؟
فكري عادي. على صعيد الشعر أو حتى على في الحياة في أي مجال يعني. العبارة فضفاضة، العبارة تحتها احتمالات كثيرة، احتمالات تعتمد على نوعية النهر اللي ينزل الشخص. ما فيني أوجهها لأحد طالما أني ما أعرف النهر اللي بينزله. ممكن أني أقول لا تنزل النهر أوكي مرة ثانية، أو أني بقول وقف على ضفة النهر وبس. ممكن أقول عيش في النهر، على حسب النهر ما أقدر أحدد. جميل، لمين أوجهها؟ نأخذ قصيدة شعرية وبعدها راح نواصل حديثنا مستمعينا الكرام مع الشاعرة السعودية بشاير القحطاني في فقرة طواف. قصيدة شعرية. العنوان كتبت قصيدة في شهر رمضان، كانت القصيدة بعنوان صلاة. يا رب أنا قلبي يخاف من انتهازات الدبوج، طير ريحان بحوش أمي لعله يرتوي. يا ربنا كل ما شعرت الليل في عيني يطول، أطيح وأنا اللي حسبتني على الظلمة قوي. يا ربنا ما يرتكي عودي على إنصاف الحدود، يا أندفن في الأرض أو في الغيم لكن ملكي. يا ربنا محتاج أعيش اللحظة لحد الدهود، ورتب الماضي بذاكرتي مع أني فوضوي. يا ربنا كل ما اعتدلت أمر ذاكرت الميوت، واتمست بأخطائي لين أضيعت درب السيف. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وش عاد أقول، وأنا ذكرت أني أنا في هوة النفس هول. مهلني أطهر من ذنوبي إلين ألقى قبول، ثم خذني الخايف من إن هي حب شيء يندني. جميل جميل يا بشاير، جميل 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 هذا الاختزال وهذه اللغة الجميلة في نصوصك، تفجر طاقات اللغة بشكل جميل وبصور شعرية جزلة. بعطيك عدة كلمات، احنا دائما في هذه الفقرة كذا يعني مواظبين على يعني بعض الأسئلة تصاغ بنفس الطريقة. الشتاء في كلمة واحدة. المطر. القلم. حنجرة. الرماد. ذاكرة. الحزن. بحر. جناح. حرية طبعا. تويتر بوابة. ياسمين. ما في أجمل من حقيقتك طبعا. دهر. بشاير القحطاني إلى أين في جملة واحدة؟ إلى بشاير القحطاني. السؤال المكرر دائما في فقرة طواف، أمسية فيها مقعدين، واحد لك، الثاني لمن؟ الثاني لمن؟ مقعد واحد؟ واحد لك حجزناه، الثاني لمن؟ أنت تختاري. صعبة؟ صعبة أني أختار شاعر واحد أو شاعرة. خلاص، الأسماء في بالي كثيرة، وخصوصا أني لو كنت على المقعد الثاني فأتمنى أني أكون ضمن الجمهور، راح أكون ضمن الجمهور مش كضيف مشارك. هربتي من السؤال بطريقة ذكية على أي حال. قصيدة شعرية نختم فيها معك هذا الحوار، الشاعر السعودية بشاير القحطاني. الحزن فيني وعين أمي هي اللي تسيل، وطهر الكفوف تدلالي تدير المحال، وانت جروحك تحب وهي قلقها يشيل، عن خاطري لك حمول الذكريات الثقال، دخيل ملح سكن في الوجنتين ودخيل، قلبه بزرت السمالة تكس وربة خيال، وكتف ذنوبي عليها حب واصبح حديد، ونظرة عيون تمد النور لوهي، ليالي
استحلفك هز جذع غوايتيلك وميلي ولا ترتبك لو لفظ كسمي بصوت ابتهاب واستفهمك عن هشيم الوعد يوم الحصيل واستحرمك كثر ما ناديك يا ابن الحلال واستوقفك عن زبال تمر ليلة خليل واستنقفك كل ما لبس قلبي الكمال جرحتني وانت تدري كيف جرح النبي استهدي الدمع لو داخله ضحك الضلال وتركت لي في طريق الخوف صمت طويل تاخذك مني مسافة وتردك سؤال لو كنت خايف علي أضيع بعد الرحيل ما كان طاحت مع التلويح كلمك تعال أذكرك وجهي يعرفه زين حنة الجديد واذكرك صوت يمر الشعر منه زلال واذكرك اسم يخاف يضيع ذكره بقيل ما كنت أظن الجروح الطب بابي بقال كل ما تسنبل وشوف أمي بوجه النخيل أروح واترك عتاب الريح لابن الرمال أمي وصدر تخاف أجيه عابر سبيل أمي وعود يفوح وريح حنن بشعل أمي وطيف قبل ما أقول يمه يخي بداه باقي طحينة خبز قهوة وهال لا ترسلوني لدفوة شمس وامي مقيل لا تتركوني لسكف الدار وامي طلال ما كان طاحت مع التلويح كلمة تعال كلمة تعال وإحنا نلوح لك بالشعر بالجمال يا بشاير القحطاني شكرا على هذا الشعر الجميل شكرا لأنك تكتبي بهذه الصورة الجميلة شكرا لأنك كنت ضيفتنا في فقرة طواف لهذه الليلة كل كلمات الشكر يعني أعتقد أنها عاجزة فقط كوني دائما هكذا يعني تنتصري للشعر للكلمة الجميلة يا بشاير وأنا ألوح بالشكر الجزيل وبالمحبة والله لك أستاذ عبد العزيز والأستاذ سلطان والطاقم القائم على البرنامج والمستمعين وأشكرك أنا على هذه الفرصة واللي أعدها على الصعيد الشخصي كانتصار حتى على مستوى شعري الشخصي هو الشعر اللي احنا هو هذا انتصار للشعر انت تكتبي بطريقة شعرية جميلة وبكل تأكيد اعتقد انه في كل برنامج شعر هو لا يوجد شخص هو صاحب فضل على احد وانما هو شعرك اللي اوصلك الى هذا المنبر انا حقيقة لا اعرفك ابدا بشكل شخصي ولكن ربما هي من تغريدة جميلة قادتني الى متصفحك وبحثت عنه وجدت فيه الشعر الجميل فعلا يعني شاعرة تكتب الجمال يعطيك العافية الشاعرة السعودية بشاير القحطاني الله يعافيك استاذ عبد العزيز سعيد بمعرفتك بهذه الفرصة مستمعين الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية أمسيتنا في هذه الليلة نتمنى تكون فقراتنا نالت على إعجابكم اللقاء يتجدد إن شاء الله الأسبوع القادم مع فقرات جديدة ومع ضيوف آخرين لكم مني كل الحب والتقدير كان معكم عبد العزيز العميري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سلطان المعمري الراحلين اللي خذوا منا الكلام لا ترجعوا هاتوا حناجرنا إلينا للمحبة حدود حبي لك سما والسما لو تعرف أبعاد وحدود ما جريت في دمي وعروقي كما تسبح الأفلاك في عرض الوجود للمحبة حدود وحبي لك سما والسما لو تعرف أبعاد وحدود ما جريت في دمي وعروقي كما تسبح الأفلاك في عرض الوجود تدري عندي وش هو مفهوم الضمان غيبتك أحيان ولو من تبجحون يا غمام كل ما مر وهمان
تنتهي جروحي وتهتز الورود. والسماء لو تعرف أبعاد وحدود.